السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعد نشرة الواحدة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد حرصه على توفير شروط النجاح في جميع أدوار التعليم الثلاثة، ويشيد بدور الأسرة التربوية وعلماء الدين في ترسيخ المرجعية الدينية الوسطية في رسالة بمناسبة إحياء يوم العلم. عشية الاحتفال بيوم العلم، أحفاد العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس يخوضون حروبا فكرية. وفي النشرة وقفة عند نوابغ الجزائر ممن صنعوا عوالم مشرفة للعلوم في مجال البرمجة والروبوتيك. تجسيداً لالتزام الدولة بتعميم عملية تركيب أجهزة الكشف عن غاز أحد أكسيد الكربون، مواطنو ولاية تيزي وزو يثمنون الإجراء حفاظاً على سلامة الساكنة من أخطار التسربات الغازية. البرايم الثالث من مسابقة تاج القرآن في طبعتها 12 يصنع التميز بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل سهرة الختام هذا الثلاثاء. تحتفل الجزائر غدا بيوم العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل تمجيدا للعلماء الذين نشروا رسالة الإصلاح والعلم أثناء الثورة الخالدة، ووقفوا سدا منيعا في وجه الاستعمار الذي حاول طمس الهوية الوطنية ومحو مقومات الأمة الجزائرية المسلمة. إنه تاريخ استذكار الإمام العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس الذي خاض حروبا فكرية بإسهام جمعية العلماء المسلمين جمعية العلم والدين. وبالمناسبة بعث رئيس الجمهورية رسالة فيما يلي نصها: يتجدد احتفاؤنا بيوم العلم الذي نستذكر فيه مسيرة الشيخ عبد الحميد بن باديس كوقفة رمزية معبرة عن ثقافة العرفان لرجالات الأمة من العلماء والمثقفين والمبدعين. وفي هذه المناسبة نؤكد مرة أخرى أنه لا منص من امتلاك أدوات القوة الكامنة في العلوم والمعارف، ونجدد الحرص على توفير شروط النجاح للملايين في أدوار التعليم الثلاث أكثر من 11 مليون، وللطالبات والطلبة في الجامعة 1,700,000، وللمنتسبين لمراكز التعليم والتكوين المهنيين أكثر من 500,000، لتكون هذه الأعداد المتزايدة من بناتنا وأبنائنا رهاننا لإحداث التحول مع هذا الجيل الواعد المتفتح على العالم نحو المستقبل المنشود. ولقد سعينا بهذا الصدد إلى دعم التمدرس بالمنح المدرسية والإطعام والنقل والصحة المدرسية، وما فتئت أكرر تقديري لرسالة المعلمين والمربين وأوصي بالإصغاء إليهم، لأنهم حملة أمانة تنشئة الشباب على الحس المواطني والروح الوطنية. كما رفعنا من المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي، وشددنا على ضرورة صياغة بنية تشريعية طموحة محفزة على البحث العلمي والابتكار وخلق المؤسسات الناشئة، إلى جانب استحداث جامعات ومدارس عليا جديدة وأقطاب امتياز في العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. وفي الأخير فإن هذه المناسبة تتيح لي مجددا أن أحيي جهود المعلمين والأساتذة المربين، وأتوجه في هذه السانحة بالتحية والتقدير إلى شيوخ وأئمة الزوايا عبر ربوع الوطن الذين يواصلون نهج السلف المبارك في التمكين لمرجعيتنا الوطنية الدينية الوسطية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة سيدة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يختم السيد رئيس الجمهورية. وعشية الاحتفال بذكرى يوم العلم، وقفة عند نوابغ فكرية من تلمسان صنعت عوالم من التفرد في مجال البرمجة والروبوتات في صور مشرفة للعلوم الجزائرية، حتى أضحوا ممن يعول عليهم مستقبلا في علم التكنولوجيات الحديثة. سفيان مقنين. ريهام، خليل وسليم طلبة في المرحلة الثانوية، لكنهم يأتون يوميا لهذا المركز، فهم يحضرون لتحد من نوع خاص. في مركز نوابغ التكنولوجيا بتلمسان ينشط هؤلاء في ميدان التركيب والبرمجة تحضيرا لمسابقة دولية
وصناعة نماذج يمكن تجسيدها ميدانيا في المستقبل. هذا هو مشروع ابتكار تاعنا اللي غادي نشاركوا به في قطر. هذا المشروع هو بانو سولار 12 افيك سيستم ديتواياج، دعمناه بدي فيران يطلعوا افيك ان ديتكتور دو بوا يطلعوا البانو سولار اونكا والكتمه الرمليه تجي فوقه. وفي الظهر تاع بانو سولار درنا ان بيزو الكتريك لاستفاده من الزوابع الرمليه في انتاج الطاقه، ولي ديتكتور دو كولور باش يسويفيو الشمس، وسيستم نيتواياج باش ينفض روحه من الغبره. المشروع تاعنا هو بيصات كهرباء تغطي حول البحيره تاع لاستي، كي يمشوا عليها السويه غادي يولدوا طاقه، الطاقه تتخزن وغادي تنقص التكلفه، وكي تمشوا السويه غادي يولدوا الطاقه تاع الطاقه اللي نحتاجوها باش يتمشى بها المتازح تاعنا. ينشط في المركز منخرطون من كل الفئات العمريه، وبما أن النوابغ ثمار يجب الاعتناء بها من مرحلة البذور، فهو يضم أيضا مجموعة من البراعم تشق طريقها في البرمجة والابتكار، ويشرف على تأطيرها الأستاذ حمزة شقاف بإمكانيته الخاصة وطريقته المنهجية. نعتمد على المبدأ يسمى مبدأ ستيم، اللي هو ساينس تكنولوجي انجينيرينغ ارت اند ماتيماتيك، ودمج العلوم اللي يعتمد على دمج العلوم، ونتقي الاطفال اللي يكونوا مميزين في الرياضيات، في العلوم، في الهندسه، في البرمجه، في التركيب، نعلمهم القواعد الاساسيه في البرمجه وكل ما يخص القواعد الاساسيه في الذكاء الاصطناعي. التعلم عن طريق اللعب وكسر حاجز الخوف بين الاطفال والتكنولوجيا هو الهدف الذي يسعى إليه هذا المركز الوحيد من نوعه على مستوى تلمسان، في انتظار دعم أكبر لتعميم هذا النشاط بين أكبر عدد ممكن من المتمدرسين عبر كل الأطوار التعليمية. أحياء ليوم العلم والمعرفة من كل سنة، احتضنت اليوم الثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة برنامجا ثريا تخليدا للمناسبة، تضمن عدة نشاطات ومعارض جمعت بين الجانب العلمي والتاريخي والثقافي، وهذا بحضور وفد وزاري وكل الفاعلين في القطاع من مديرين وأساتذة وتلاميذ. حل اليوم بالجزائر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة السيد بشار الأسد، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. أتيت هنا لكي أعبر عن المشاعر الصادقة من قبل قيادة الجمهورية العربية السورية وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار الأسد للقيادة الجزائرية عن امتنان سوريا لوقوف الجزائر كما هي العادة دائما إلى جانبها، وخاصة في الأحداث الأخيرة عندما كانت أول بلد يرسل فريق مؤهل وقادر وأنجز أعمال في مواجهة نتائج الكارثية للزلزال. المشاورات بيننا وبين الأشقاء في الجزائر لم تنقطع حول كافة التطورات في المنطقة وفي العالم. نحن بحاجة إلى تعزيز هذه العلاقات، لأننا بذلك نعكس الرؤية الصادقة لشعبي البلدين ولقيادتي البلدين في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات. مهما فعلنا ومهما قمنا فلا يمكن وصف الدور الهام الذي تقوم به الجزائر على مختلف المستويات. في زيارة تفقدية قادته إلى مختلف مصالح الأمن الوطني اليوم بالعاصمة، عين وزير الداخلية والجماعات المحلية عدة مشاريع متعلقة بالقطاع، منها مشروع الجناح الإداري بالمديرية العامة للأمن الوطني وملحقاته، كما كانت المناسبة سانحة لزيارة مشروع موقف سيارات ذي طوابق ومشروع ورشة تصليح السيارات وتخزين قطع الغيار بالمصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بباش جراح. تجسيدا لالتزام الدولة بتعميم عملية تركيب أجهزة الكشف عن غاز أحد أكسيد الكربون، تعكف شركة سون الغاز بولاية تيزي وزو على تركيب أجهزة إنذار صوتية ومرئية حفاظا على سلامة وأمن المواطنين من أخطار التسربات الغازية القاتلة. العينة من قرية أيت زعيم ببلدية معتقة مع الخضر كعوان.
بعد التأكد من سلامة الشبكة الداخلية للغاز ومختلف الأجهزة من قبل أعوان مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، يتم تركيب كاشفة أحادي أكسيد الكربون وفق توجيهات وإرشادات يتلقاها المواطن تجنبا لاختناقه. وصلنا لقصد السد بشان تخدمي كل مويك قرص أسروي تمر يعني دفكر شيء جي أكل وتجي الموثا غذا أذي تجي مكو شيء قرص أنا كنت خمم الحاجة العادي سري شمنوك في عواحين خلاني قواحن سير قزقي عندي أوي لبروتكسيون عندي أوي الحاجة العادي الغاشينة أذرنا تنسيونة الشوارقي بارسكو جز يوار. العملية التي انطلقت يوم 28 من شهر مارس مست أزيد من 1759 عائلة، أين تم تركيب أزيد من 3518 كاشف أحادي أكسيد الكربون. عملية التركيب المجانية للكواشف عن أحادي أكسيد الكربون تبقى متواصلة إلى غاية تعميمها على جميع المنازل عبر إقليم ولاية تيزي وزو تفاديا لمخاطر الغاز الصامت. يرى اليوم جثمان المجاهد المدني حواس المدعوسي عبد اللطيف بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة بعد أن وفته المانية أمس عن عمر ناهز 89 عاما. الفقيد من مواليد 1934 بتبسة، خريج معهد ابن باديس بقسنطينة، تابع دراسته بجامع الزيتونة بتونس قبل أن يواصل مساره العلمي بالقاهرة بكلية الآداب، والتحق بعدها بصفوف الثورة التحريرية حيث عمل بإذاعة الثورة رفقة الراحل عيسى مسعودي. وبعد الاستقلال تدرج المجاهد الراحل في عدة مناصب في قطاع الإعلام والاتصال، منها مديرا بالتلفزيون، كما شغل منصب المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشعار. وكان كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا ووزير الاتصال محمد بوسليماني قد تنقلا قبل أيام إلى منزل المجاهد الراحل للاطمئنان على وضعه الصحي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما زالت حوادث المرور تحصد المزيد من الأرواح، حيث لقي صباح اليوم 4 أشخاص حتفهم في حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 5 ببلدية شلغوم العيد ولاية ميلا. وإثر وقوع الحادث تدخلت عناصر الحماية المدنية للقيام بالإجراءات اللازمة لنقل الضحايا. دوليا، في الصحراء الغربية أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو سيدي محمد عمار أن الطرف الصحراوي يبقى متمسكا وبقوة بموقفه الذي زكاه ودعمه المؤتمر 16 للجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب، وهو خيار الكفاح المسلح دون استثناء كل الوسائل المشروعة لطرد الاحتلال المغربي. هذا وجدد أمس أنغولا تمسكها بنصرة كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال، داعية إلى إيجاد حل سلمي ودائم يمكنه من حقه في تقرير المصير. في تطورات الوضع بفرنسا، تظهر الآلاف مساء أمس في عدة مدن فرنسية بمجرد الإعلان عن مصادقة المجلس الدستوري على أهم ما جاء في إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، حيث أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين، فيما عبرت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة عن استيائها من المصادقة، ودعا ائتلاف النقابات الفرنسية إلى مظاهرات حاشدة في الفاتح ماي المصادف لعيد العمال، خاصة بعد صدور مرسوم الإصلاح في الجريدة الرسمية، مما يؤكد تفعيله من قبل الرئيس الفرنسي. في الرياضة، وتحسبا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم 2023 المقررة نهاية أفريل الجاري بالجزائر، يواجه سهرة اليوم المنتخب الجزائري لكرة القدم لفئة أقل من 17 عاما نظيره البوركينابي بالمركز الفتي لسيدي موسى بالعاصمة. ونأخذكم الآن في رحلة إلى عوالم الموسيقى الأوبرالية الإيطالية التي حطت بدار الأوبرا بعلام بالسايح أمس، وفتحت نافذة على أصوات السوبرانو والتينور الإيطالية في اكتشاف آخر للثقافة العالمية. محمد عياشي على أنغام آلة البيانو.
أطرب الثنائي الإيطالي باربا جيلاتا فرانشيسكو وفينشانزو كوستانزو جمهور الأوبرا الجزائري بأغاني لنجم الأوبرا الإيطالي إنريكو كاروسو. وهذا العرض الموسيقي بمثابة إهداء لذكرى ميلاد الفنان الكبير إنريكو كاروسو. أنا جد سعيد بتواجدي هنا بالجزائر لإحياء هذا العرض الذي تم بفضل أوبرا الجزائر بالتعاون مع المعهد الإيطالي. العرض الموسيقي كان فرصة للجمهور للاستمتاع والتعرف على ثقافة الموسيقى الأوبرا الإيطالية. وقدم لنا بعض العروض الأوبرات المشهورة، منها عايدة، منها لو بارمي دو سيفي، ميسيس باترفلاي، تمتعنا بها كثير وعشنا أجمل الأوقات وأمتعها مع الأوبرا الإيطالية اللي جاونا اليوم بعد ما استقبلنا دولة فلسطين هنا بأوبرا الجزائر. يندرج عرض الأوبرا ضمن برنامج ثقافي متنوع أعدته المؤسسة الثقافية لتلبية أذواق الجمهور. إلى فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد في طبعته العاشرة بورقلا، حيث اختتم أمس بمشاركة عدة فرق إنشادية من مختلف ولايات الوطن. عن التلفزيون خالد بن جرينا. بعد أيام من التنافس أسدل الستار على فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بولاية ورقلا في طبعته العاشرة. المهرجان شهد مشاركة فرق إنشادية من مختلف ولايات الوطن، حيث أعلن خلال حفل الاختتام على أسماء الفرق الفائزة بالمراتب الأولى. طبعة مميزة على خلاف الطبعات السابقة. طبعا سررنا كثيرا بحصولنا على المرتبة الأولى التي كانت نتاج يعني عمل كبير وتحضير محكم. هذه المرتبة إن شاء الله ستكون لنا دفعة لأن نتقدم نحو الأمام مضيا وقدما، لأن تكون فرقة أنوار الحبيب أحسن فرقة على مستوى الوطن أو على المستوى الدولي ولما لا. أجد سعيد بحصولي على هذه الجائزة كأحسن منشد أنا وأخي الفاضل. إن شاء الله ندعو أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا في السير في هذا الطريق إن شاء الله، طريق الكلمة الهادفة. فرق كثيرة مرت على هذا الركح، يعني تتبعنا أصوات جميلة، يعني جو روحاني كبير، فنتمنى التوفيق ونتمنى الاستمرارية دائما لهذا الملتقى. التظاهرة الثقافية التي شاركت فيها لجنة تحكيم وطنية متكونة من أساتذة ومتخصصين في الفن الموسيقي والإنشادي جاءت لتبرز الجانب الإبداعي لهذا الفن الحامل للتعبير والتأثير الروحاني والديني. خصوصية معينة أربكت في حقيقة الأمر لجنة التحكيم بالمستوى العالي الذي ظهرت فيه الفرق، وخاصة على المستوى الفردي. ما يميزها أنها جاءت على شكل منافسة، يعني كنا في القبل في الطبعات ركزنا على التكوين، تكوين هذه الفرق، لأني قلت لك أن خارطة الطريق بالنسبة لنا هي الأخذ بأيدي الفرق الهاوية لتصبح فرقا محترفة. المهرجان الثقافي المحلي للإنشاد بورقلا فرصة لتشجيع الطاقات الفنية في هذا المجال واكتشاف المواهب الشابة المؤدية للأنشودة الدينية والوطنية وصقل مهاراتها وتكوينها. بالعاصمة انطلقت اليوم بدار الإمام بالمحمدية المسابقة التصفوية الوطنية الخاصة بجائزة الجزائر لحفظ القرآن وإحياء التراث الإسلامي بفرعيها الاثنين، وهما المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للكبار في طبعتها الثالثة، والفرع الثاني يتعلق بالمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة في طبعتها التاسعة عشرة، حيث سيتنافس خلال هذه التصفيات الخامسة عشرة متسابقان في كل فرع من مختلف ولايات الوطن، ومن المزمع أن تختتم بتكريم الفائزين خلال الحفل الذي سيقام احتفاء بليلة 27 من شهر رمضان المبارك.
ونختم بالأجواء الروحانية وحلقات الذكر الحكيم التي تطبع الشهر الفضيل. مسابقة تاج القرآن في طبعتها 12 صنعت التميز بتنافس كان على أشده في سهرة أمس بقاعة المؤتمرات عبد اللطيف فرحال بالعاصمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تفاصيل البرايم الثالث مع عبد السلام حباز. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هكذا تزينت ليالي رمضان بالتنافس على تاج القرآن، ترقب يعلو الوجوه وسكينة تخشى القلوب وعزيمة تسلح بها كل من طلب التتويج. وكانت يعني منافسة على أشدها، وكان هناك يعني طلبة متفوقون وطلبة يعني قد أدوا أداء جيدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن نكون من الفائزين. بالنسبة لي الهدف الأسمى هو الاحتكاك بالمشايخ والتعلم من علومهم وأخلاقهم أولا. والتاج لن يكون إلا من نصيب من يقنع لجنة التحكيم. لجنة التحكيم عندها ضوابط وعندها معايير تحكيمية في التجويد وفي أحكام الوقف والابتداء وغيرها، وكلها معتبرة ومهمة جدا. والتفاوت بين الطلبة يعني ضئيل جدا. إنا فتحنا لك فتحا. سهرة رمضانية قبل الختام سمحت باختيار المترشحين الذين يتنافسون على التاج. السهرة الختامية ستكون بحول الله يوم الثلاثاء، ستكون سهرة حاسمة جدا، المنافسة قوية جدا بين الذكور ويعني خمسة من الذكور وخمسة من الإناث. إن شاء الله ستختار لجنة التحكيم الثلاثة الأوائل من الذكور والثلاثة الأوائل من الإناث. هي نجوم تلألأت في سماء الذكر الحكيم بحناجر صدحت بآيات القرآن الكريم في أجواء من الخشوع والسكينة والإتقان تلاوة وتدبرا. بالذكر الحكيم نختم النشرة، بقي أن نذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد حرصه على توفير شروط النجاح في جميع أدوار التعليم الثلاثة، ويشيد بدور الأسرة التربوية وعلماء الدين في ترسيخ المرجعية الدينية الوسطية في رسالة بمناسبة إحياء يوم العلم. عشية الاحتفال بيوم العلم، أحفاد العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس يخوضون حروبا فكرية. وفي النشرة، وقفة عند نوابغ الجزائر ممن صنعوا عوالم مشرفة للعلوم في مجال البرمجة والروبوتيك. تجسيداً لالتزام الدولة بتعميم عملية تركيب أجهزة الكشف عن غاز أحد أكسيد الكربون، مواطنو ولاية تيزي وزو يثمنون الإجراء حفاظاً على سلامة الساكنة من أخطار التسربات الغازية. تابعنا البرايم الثالث من مسابقة تاج القرآن في طبعتها 12 يصنع التميز بالتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل سهرة الختام هذا الثلاثاء. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.